بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. بحمد الله وصلنا إلى الفقرة 80. اللهم أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الصحابي هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به، والصحابة هم تلاميذ. طبعا دي خبر مرفوع وعلامة رفعية الضمة اللي بعد الضمائر المنفصلة، غالبا بيعرب خبر لكن بشرط ما يكونش المعنى بيدل على أسلوب اختصاص. تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا، انتبهوا انتبهوا لو سمحتوا، دي فعل ماضي مش مضارع. أصلا عارف ناس بتعمل إيه؟ طبعا يقولك فعل مضارع مش عارف مجزوم بحذف النون، ومش عارف حذف النون ليه مجزم، ده فعل مضارع تخرج خلاص. وقلتها قبل كده في فقرات سابقة يا جماعة، مش عشان الكلمة بتبدأ بتاع تبقى فعل ماضي ولا حاجة، لا تبقى فعل مضارع ولا حاجة. هنا تخرجوا فعل ماضي عادي، ما يتكلم فعل ماضي، يبقى تخرجوا فعل ماضي مبني على الضم والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. في مدرسة النبوة وتربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم ولازموه منذ البعثة. انتبهوا بقى، علشان منذ إذا جي وراها اسم تبقى حرف جر وتعربه اسم مجرور بالكسرة، لو جرى منذ فعل تبقى منذ ظرف والجملة اللي نضف إليه. بالراحة كده يا جماعة عشان المعلومة دي بسيطة خالص، منذ زائد اسم تبقى منذ حرف جر والاسم اللي وراها اسم مجرور، يعني زي يا زي إلى ومن وعلى وفي عادي جدا. منذ دي حرف جر عادي بس بشرط يجي وراها إيه؟ اسم. ما هي حتى حرف جر لعلمك، حتى حرف جر لما قلت سيرته حتى المنزل، حتى المنزل لمنزل اسم مجرور. إذا هنا منذ البعثة طالما وراها اسم، وعلى فكرة لها أخت كمان منذ دي مذ ميم ذل فقط، مذ رأيتك، مذ جاء، أو مذ العصر، أو مذ محمد ما فعل ذلك. إذا منذ ومذ لما يجي وراهم اسم تبقى حروف جر. طب واللي بعدهم يعرب إيه؟ اسم مجرور. طب لو جي وراها فعل، منذ جلست، منذ عدت، بعتبر منذ الظرف واعرب الجملة اللي بعدها في محل جر يا شباب مضاف إليه. منذ البعثة وحتى الوفاة بقدر ما تسمح به ظروفهم. ظروفهم طبعا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة مش مضاف إليه ولا حاجة، مش عشان بعد الجر ومجرور يبقى مضاف إليه يا جماعة. مصدر لفعل رباعي وبين فعله، مش عارفه مهتم أو بالرباعي كده كذا قطعة ورا بعض بس هنجيبه عادي، يعني المشكلة يعني ها الحكمة والتربية اهي، تربية طبعا على وزن تلبية، تحسين الإنتاج وإيجادتها تلبية للجماهير، يبقى تربية هنا مصدر رباعي. والتطبيق صح، التطبيق ماشي ما تزعلش، والإسلام تمام، كل ده مصادر رباعي. جملة ليس لها محل من الإعراب هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنفع؟ لا. عارف ليه؟ عشان دي خبر الصحابي، يعني جملة هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مرتبطة بالعنوان، اصل الكلام الصحابي هو من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عايز تعملها كده ماشي، يبقى جمله الصحابي هو كل من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي الجمله الابتدائيه اللي محلها من الاعراب، لكن ما تجيش تكتب لي جمله هو كل من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي دي جمله ابتدائيه، لا دي مش جمله ابتدائيه دي خبر. خلي بالكم يا جماعه المعنى مهم. طب جايز نكون بعد الاسم، ايوه كده، يبقى اضمن بقى الاسم الايه؟ الموصول، لان اي جمله بعد الاسم الموصول بتبقى لا محل لها من الاعراب، اسمها جمله الايه يا شباب؟ جمله الصله. يبقى اقول له جمله تخرجوا لانها جمله الصله. حالا وبين نوعها، الحال يجي مفرد ويجي جمله ويجي شبه جمله. هو كل من راى وهو مؤمن، بص بقى ده اسمها جمله حال. هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله إيه؟ وهو مؤمن. ودي تيجي كتير جدا، ما أقول جاء محمد وهو ضاحك، جاء القوم وهم يهرولون يعني يجرون، وهكذا. يبقى جملة وهو مؤمن في محل نصب حال. وفي حاجة اسمها الرابط في جملة الحال، يا ريت يا شباب ناخد بالنا منها. الرابط اللي هو الواو اللي هو واو الحال، أو الضمير المنفصل اللي زي هو وهي والكلام ده كله. يبقى الجملة ديت في جملة، يبقى نوعها جملة ايه يا شباب؟ نوعها جملة اسمية. ضميرا في محل رفع هو اهي، ايوه مبتدأ عادي. طب ومؤمن خبر، والجملة كلها في محل نصب حال، ما تفكرش ان عشان الجملة حال يبقى الجملة بقى كل كلمة فيها منصوبة، لا طبعا، هو مبتدأ ومؤمن خبر والجملة في محل نصب حال.
وهو دلوقتي ديت برضه مبتدئ، يبقى لما يقول لي ضمير في محل رفع اطلع هو عادي جدا، والواو في تخرجه طبعا ده فاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، والواو في اخذه برضه في محل رفع فاعل، وفي تلقى وهكذا وعارف وغير ذلك وشاهده. والاخر في محل جر هو كل من راى مؤمن به، الهاء في به ضمير مبني في محل جر. طب تنفع الهاء في لازموه؟ لا طبعا، الهاء هنا مفعول به، الواو فاعل يعني لازموه دي فعل وفعل ومفعول به، فالهاء ما تنفعش في محل جر. طيب يا سين، اسعى وراء خلق الصحابة تسمو أخلاقك. دي فاكر بقى بيفكرنا كده بحاجة، السؤال جيم، إذا وقع الفعل المضارع نتيجة لأمر أو نهي جزم، لما الفعل المضارع يقع نتيجة لأمر أو نهي اللي يحصل له يجزم، فهنا فعلا نهي اسعى تسمو نتيجة اسعى يبقى مجزوم بحذف حرف العلة، خلي بالك كان أصله تسمو. السؤال ده اللي امدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها نعم الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حبب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكشف في معجمك عن كلمة مقاصد نبحث عنها في قصداء. اللهم بلغكم مقاصدكم يا رب يا العالمين، اللهم بلغ أبناء الطلاب مقاصدهم ويسر لهم أمورهم واشرح لهم صدورهم. أبناء الطلاب وصلنا إلى نهاية إجابة الفقرة 80، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.